يلا. اصعب من بتاع الدور. وكمان الضرب ده بيأثر على اللعيبه كمان يعني. احنا عندنا هنا ثلاث مخالفات تم ارتكابهم بتهور لم يشهر الحكم فيهم البطاقه الصفراء. ولكن في لعبه بواليا تم اشهار البطاقه الصفراء. ده اختلاف المعايير من فضلك لحكام مصر. خلي معاييرك واحده في احتساب المخالفات وفي العقوبات الانضباطيه. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. حاله من الحالات المهمه جدا 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 دايما بنقولها لحكامنا. بنقولها لحكامنا كابتن علاء مهمه جدا ونقولها للمدربين واللاعبين. واعتقد المدربين واللاعبين عندهم ثقافه ان الحاله ديت هي حاله طرد طبعا وليس طاقه مباشر. وحاول طرد ليه؟ اول واحد حاول طرد ليه؟ يلا ستوب. انفراد ومواجه. هرجع تاني. فرصه محققه. ستوب. بنتكلم على الفرصه المحققه. ايه هي الفرصه المحققه كابتن علاء؟ ليها معايير. مش بنحكم عليها كده. ايه المعايير؟ نمره واحد الاتجاه العام للعب. الاتجاه العام راح فين؟ المرمى. ادي واحد مباشره. نمره اثنين نتكلم على تمركز المدافعين. هل هناك مدافع اخر يقدر يقابل محمد شريف؟ ده اخر مدافع. اخر مدافع فين؟ ابعد. واقرب مدافع هو ده. ان لم ترتكب هذه المخالفه ستوب. كابتن احمد بلال انت كنت مهاجم معاك طبعا. ان لم ترتكب هذه المخالفه معاك انت عندك امكانيه تعمل ايه؟ انفراد. جاوب. انفراد تجيب جول. انفراد طبعا. انفراد. انفراد كامل. يبقى انا بتكلم في اربع معايير. الاتجاه العام موجود ادي واحد. نمره اثنين تمركز المدافعين. المدافع هناك بعيد. بعيد. ومحمد شريف هيوصل قبله ويروح انفراد. نمره ثلاثه السيطره المستقبليه او السيطره. عنده امكانيه ان هو يروح مسافه. كره قدامه هيسند ويروح ويروح ويروح. دي سيطره مستقبليه. يبقى فيها مشكله؟ مفيش مشكله. نمره اثنين المسافه ما بين ارتكاب المخالفه والمرمى. المسافه ما بين ارتكاب. احنا بنتكلم في اربع معايير يا كابتن علاء. المسافه اهي تقريبا على قوس منطقه المنتج. اذا المسافه مش جايه من بعيد المسافه جايه من ايه؟ هذه الحاله السؤال هو ده مش قانون يا كابتن. اين ده كان يا كابتن؟ احنا بنحفظه للحكام يعني. اصلا هو هو بيحسب يعني هو بيحتسب المخالفه دي مش طبيعي. هو عارف وبيحتسبها ليه بالظبط كده كابتن احمد؟ احنا بنقول الحكام ايه؟ الفرصه المحققه لتسجيل الهدف عندك الاربع معايير. لو الاربعه متوافقين وموجودين في الحاله بدون تردد اشهر الحمراء. بدون تردد اشهر ايه؟ الحمراء. احنا قلنا الاربع معايير موجودين. اتجاه العام واحد موجود. السيطره موجوده المستقبليه. نمره اثنين المسافه ما بين اللاعب او اللعب وحرق والمرمى قريبه. نمره ثلاثه تمركز المدافعين. وقلنا هذا المدافع لا يمكن ابدا بكل مقاييس ان هو هيوصل وهيقابل محمد شريف. لمحمد شريف لو لم ترتكب هذه المخالفه يعني لو ما كانش سقط كان خد السند وكان راح وكان جاب. دي حاله من الحالات أربعة. كان يجب طرد لاعب المدافع. واين الفار من هذه الحاله؟ صح. الحكم في الملعب يمكن اللوكيشن عنده يختلف. يمكن انا كحكم في الملعب ما اشوفش اللقطه ديت. انما انت كفار عندك اللقطه اللي هي ايه؟ زي ما كابتن سيد بيقول ايه؟ ده انت عندك الجواب والاجابه وعندك الحاله التحكيميه اللي موجوده. حاله كان يجب فيها طرد. انت عارف اداله الانذار امتى؟ بعد دقيقه ونص من اللعبه دي بالظبط. دي حاله كابتن علاء ما فيش فيها اخر الفاول. بتكلم بجد. اداله في الاخر انذار. لا ما ينفعش يبقى في حاله فرصه محققه فيها المعايير الاربعه والحكم لا يشهر بطاقه والفار ما يجيبش الحكم فيها. يلا نمر اللي بعد كده.